ما هي الفضائل التي وردت في سورة الملك؟ سورة الملك سورة عظيمة، ورد في فضلها أحاديث، منها ما رواه أهل السنن الأربع أن رجلا قرأ سورة من 30 آية شفعت له. ورد أن سورة الملك أيضا قراءتها تقي من عذاب القبر، أو ما هذا معناه، وفيها فضل وفيها ثواب عظيم لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة التي أنزلها الله تعالى فيها، فهي سورة عظيمة ورد في تلاوتها هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.